السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أيمن من موقع جوالك حياتك. النهاردة إن شاء الله هنشرح شرح أول شرح لينا في نظام iOS 7 عن طريقة إلغاء إغلاق البرامج أو إلغاء تشغيلها من خلال خاصية المالتي تاسكينج أو تعددية المهام. بعد التحديث لنظام iOS 7 هنقدر نوصل للتطبيقات اللي شغالة في الخلفية عن طريق النقر المزدوج على زر الهوم. بالطريقة دي أو ما ندوس مرتين على زر الهوم هيدينا كافة التطبيقات اللي شغالة في الخلفية. نقدر نتنقل بين البرامج دي بسهولة عن طريق اختيار أي برنامج فيهم، ولما نحب نقفل أي برنامج كل اللي هنعمله إن احنا هنرفع التطبيق لفوق كده، التطبيق تم قفله، ودي الطريقة اللي بنقوم بيها بقفل التطبيقات الموجودة في الخلفية في نظام iOS 7 على أجهزة الآيفون وكذلك أجهزة الآيباد. نتمنى يكون الشرح مفيد ونافع ليكم. نشوفكم في شرح جاي، وما ننساش نعمل سبسكرايب لقناة جوالك حياتك على اليوتيوب، لايك لصفحتنا على الفيسبوك، زوروا موقعنا www.جوالكحياتك.com. نشوفكم في شرح جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.